بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. إن شاء الله في التوتوريال ده هنتكلم عن الأبروفال بتاع البوست. دلوقتي عندنا بوست، البوست دلوقتي عايزين نعمل له أبروف من خلال لينك. لمجرد إن احنا ندوس على اللينك دوت تلاقي إن الداتا بقت أبروف، وبعد كده نعمل ريفرش لنفس الصفحة فبالتالي تلاقي إن الداتا بقت أبروف. لو أنا دلوقتي دوست على لينك تاني تلاقي إن الداتا ديت بقت أن أبروف. فبالتالي أنا هعمل الكلام دوت إزاي؟ هعمله من خلال الجيت. فأنا هشيل دلوقتي الاستيتس هنا أهو، وبعد كده هنعمل دلوقتي هنا اهو اف وهنقول دلوقتي هنا اهو اف ال الفاليو اوف الابروفال، وهنقول انها مثلا بتساوي واحد. خلينا نقول دلوقتي ان احنا هنكريت لينك، وهنقول دلوقتي ان اللينك دوت هيكون عبارة عن ايه، ان احنا هنروح على الكنترول، وبعد كده هنروح على الابروفال دوت بي اتش بي، وهيبقى الاكشن بيساوي ابروفد، او هو اوريدي ابروفد، فبالتالي الاكشن هيكون ان ابروفد. اند الاي دي بيساوي، هنقول دلوقتي ان هو هيكون الفاليو اوف الاي دي. طيب وبعد كده خلينا نقول له هنا اهو دلوقتي ان الكلاس بتاع الكلام دوت هيكون عباره عن بوتون دلوقتي هو هيعمل له ان ابروف، فبالتالي خلينا نقول ان هو هيكون دينجر، وبعد كده هنقول له الستاتس هنقول له ابروفد، فبالتالي هو ابروفد. فبالتالي لما تفكر انك تدوس عليه يبقى ان ابروف، فبالتالي تبقى كلاس دينجر عشان خاطر لو انت دوست عليه هيبقى ان ابروفد. طيب وبعد كده هنيجي هنا اهو نقول له دلوقتي else if، او ممكن نقولها else على طول اي حاجه. هنقول له دلوقتي انها هتكون بتساوي زيرو، ونقفل كده اهو، نفتح تاج تاني وناخد نفس ده بالظبط كده ونحط نوم، وبعد كده هنقول له ان الاكشن هيكون ابروفد، والاي دي بتاع الداتا، وبعد كده هنقول له الداتا يكون سكسس. طيب وهو اللي سيت بتاعته ان ابروفد، ان ابروفد. طيب تعال نشوف، نعمل ريفريش دلوقتي. اوكي طيب احنا كتبناها غلط، خلينا نشوفها بس في الداتا بيز هي كانت اسمها ايه تقريبا، ابروفد. طيب اوكي هي ابروفد، فبالتالي انا هغير دي وهغير دي. طيب تعالى نرجع بقى دلوقتي ونعمل ريفرش، هتلاقي دلوقتي ان هو بيقول لك ايه الابروفد هتكون رايحه على الابروفال دوت بي اتش بي. فانا هروح دلوقتي وهكريت صفحه هنا اهو وهسميها ابروفال دوت بي اتش بي، وهنسال دلوقتي الاول طبعا نعمل الريكواير بتاعنا، وهنروح على الانك بعد كده الكونكشن دوت بي اتش بي، وهنسال دلوقتي اف الست الدولار ساين جيت للابروفال او الاكشن، وكمان الدولار ساين جيت اوف الاي دي اند نوت امتي الاي دي. بعد كده هنقول اند نوت امتي كمان الاكشن، وخلينا دلوقتي نسال اف ال نعمل الاول statement بتقول بتقول بي دي او prepare، طبعا لازم نفلتر على الكلام دوت. فبالتالي انا هقول دلوقتي خلينا نعمل array بسيطه هنا، يعني ديت اسهل الطرق. هقول له ان الاكشن بتاعنا بيساوي approved و un approved، على ما اعتقد احنا كنا مخلين الاكشن ايه، الاكشن approved و un approved. طيب تمام طيب. اللي هم دول. طيب وهنقول دلوقتي اف ان الستيتمنت او سوري الدولار ان اري الاول الدولار ساين جيت اوف الاكشن مع الاكشن دوت. طيب وهنقول دلوقتي اف برضو البريج ماتش، وهنحط الباترن بتاعنا ان هو هيكون من 0 ل 9، وبعد كده على الباترن كله، وخلينا نقول دلوقتي على الجيت اوف الاي دي. طيب بعد كده نقول بقى دلوقتي ان الستيتمنت بتقول بي دي او بريبير سيلكت اول فروم بوستس وير الاي دي بيساوي الاي دي.
طيب بعد كده هنقوله دلوقتي execute الستيتمنت execute، وهنقول ان الاي دي جاي من ال get. طيب وهقوله دلوقتي if statement row count، لو الستيتمنت ديت لقيناها او لقينا فعلا ان احنا عندنا ريكورد بالكلام دوت، دلوقتي هنقول له ايه؟ هنقول له ان نعمل for each الاول الستيتمنت fetch all، وخلينا نشيك على الداتا ديت هو اللي بيحاول يعمل لها ابروف هو صاحبها ولا لا. فبالتالي هقول له دلوقتي ان اف الدولار ساين سيشن اوف الاي دي بيساوي الفاليو اوف اليوزر اي دي، يبقى دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا خلاص خدنا الجيت بتاع الاكشن، وهنقول دلوقتي لو الاكشن دوت نعمل بقى سويتش على الدرا ساين جيت اوف الاكشن، وهنسال دلوقتي كيس ان الدرا ساين جيت بتاع الاكشن بيساوي ابروفد، خلينا نقول له مثلا ايه ايكو هالو يو ار ايديتنج، وخلينا نجرب كده نشيك احنا وصلنا لهنا الكود تمام ولا لا. بعد كده اقول له ان هو ايكو هالو يو ار يو ارنت، هنقول له مثلا اهو يو ار ابروفينج ذا بوست، اند هنا يو ار مثلا نقول ديليتنج ذا بوست، لان انت المفروض لما هتعمل ان ابروف لي المفروض انك ان هو هيتعمل له ديليت. طيب تعالى بقى دلوقتي نشوف الموضوع دوت ايه اللي هيحصل فيه بالظبط. تعالى نعمل دلوقتي ريفريش هنا، وتعالى دلوقتي نعمل ابروف. اوكي دلوقتي بيقول لك action unapproved control approval. طيب انا كتبت الفي قبل الار هناك اهو، خلينا نشيلها ونكتبها الاول تاني. طيب تعال نرجع تاني هنا، وتعالى دلوقتي نعمل approved undefined طبعا عشان خاطر احنا لسه ما جريتناش السيشن، دايما بنقع في الغلطة ديت. تعالى نعمل ريفرش دلوقتي، تعالى نرجع تاني نعمل ابروفد. طيب دلوقتي هتلاقي ان هو ايه ما قالش حاجه. طيب تعالى كده نقول له else هنا، ونقول له ايكو يو ار نوت اوثورايزد تو ابروف ذيس بوست، وتعالى دلوقتي نعمل ريفرش هتلاقي بقول لك ايه ارنت اوثورايزد لان انا مش صاحب البوست دوت. تالت تعالى نرجع هنا، وتعالى دلوقتي نعمل ان ابروف دلوقتي نشوفه هيقول لك ايه هلو يو ار ابروفينج ذا بوست. طيب تعالى بقى دلوقتي هنا طالما احنا بنعمل ابروف خلاص تمام، يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل ستيتمنت نقول ان الفيديو هتكون بريبير، وهنقول له دلوقتي ابديت البوست ست هنقول دلوقتي ان اليوزر اي دي او مش محتاجين، او خلينا نقول ان اليوزر اي دي كمان بيساوي كذا، لان احنا دلوقتي المفروض لما نحط الحكايه بتاعت الادمن ان هو ممكن ادمن هو اللي يعمل ابروف، فبالتالي دلوقتي دوت هيكون سوبر ادمن عندنا في الموقع، فبالتالي هو يقدر يعمل ابروف حتى لو مش هو صاحب البوست. انما لو انت مودريتور يبقى دلوقتي انت هتعمل الكلام ده. فبالتالي احنا لما نيجي نكريت الموضوع ده هنحط دلوقتي ان هيكون معانا اور ان مثلا البريفليج بتاعت اليوزر دوت او البريفليج بتاعت اليوزر اللي بيحاول يخش دلوقتي تكون مثلا 2 او حاجه زي كده. فبالتالي طالما هي 2 يبقى دلوقتي اليوزر دوت يقدر ان هو يعمل ابروف حتى لو مش هو صاحب البوست. طيب فدلوقتي احنا هنقول له هنا ان اليوزر اي دي بيساوي يوزر اي دي، وكمان الابروفد ابروفد وير الاي دي بيساوي الاي دي. بعد كده هنقول دلوقتي ان الستيتمنت اكسكيوت، وهنقول دلوقتي ان اليوزر اي دي هيكون جاي منين بالظبط، هيكون هو السيشن اوف الاي دي. وبعد كده هنقول ان الابروفد هيكون القيمه بتاعته دلوقتي انت بتحاول تعمل ابروفد، خلينا نرجع عشان احنا الحاجات بقت معكوسه. دلوقتي انت لما تعمل الاكشن بتاعنا هيكون ابروفد من هنا، لما يكون الاكشن ابروفد ده كده معناها ان انت طيب الاكشن هيكون ابروفد ده معناها تعمل ست للكده هيكون واحد. طيب ودلوقتي هنقول له ان الاي دي اللي جاي لي من من جاي لي من فوق. طيب بعد كده هقول له دلوقتي اف الستيتمنت رو كاونت، خلينا بقى دلوقتي نقول له ايكو ايه
approved successfully. طبعا انت ممكن تعمل الحوار بتاع المسج اللي احنا عملناه دوت، مفيهوش اي مشكله. وهناخد نفس الكلام ده وهنحط نو. بس الاول احنا محتاجين ان احنا نقول له ايه دلوقتي، نقول له كيس ان الدرا ساين جيت اوف الاكشن بيساوي ان ابروفد، وهنحط جواها الكلام ده وهنشيل طبعا ده مش محتاجينه خلاص. ودلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل بريك. طيب تعالى دلوقتي نعمل ريفرش. بس الاول ديت هتكون الابروفد هتكون بتاعها زيرو، واحنا كده كده مش محتاجين ان احنا نعمل الكلام ده لان هي الديفولت فاليو اصلا بتبقى زيرو. بس خلينا دلوقتي نرجع بقى ونعمل ريفرش، هتلاقي بيقول لك ايه ابروفد سكسسفولي. تعال نبص على ديت، هتلاقي انها دلوقتي ايه اصبحت قيمتها بواحد. طيب لو انت بقى كنت عايز تضيف كمان، احنا ممكن نحط في الجدول دوت نكتب ابروفد ات امتى بالظبط، واحنا كده كده خلاص عرفنا مين اللي بيعمل ابروف للكلام دوت. طيب ناقص دلوقتي ان احنا نعمل ايه؟ تعال دلوقتي بقى نرجع هنا اهو ونبص على دي. هنعمل بقى ايه دلوقتي؟ طبعا لو الابروفد سكسسفلي هنقول له هيدر باك الاول، ونقول له ريفرش زيرو، وهنقول له ان اليو ار ال بتاعك هتكون انك ترجع على الصفحه اللي احنا عليها دلوقتي ديت فيوز اندكس دوت بي اتش بي. طيب وخلينا نقول له هنا ان الدولار ساين سيشن اوف السكسسفول، هنقول له دلوقتي ايه بوست هاز بين ابروفد سكسسفولي. طيب وهنشيل من هنا برضو، وهنقول دلوقتي ان نعمل هيدر، او خلينا ناخد ده على طول ونحط نو. طيب وهنقول له دلوقتي سكسسفول، ونقول له دلوقتي ان البوست هاز بين خلينا نشوف دلوقتي نقول له بوست هاز بين ايه. المفروض ان احنا نعمل ديليت للبوست لو احنا دلوقتي بنفكر ان احنا ما نعملوش ابروف. ديت حاجه ترجع لك يعني دلوقتي الفكره في ايه، ان البوست ديت لو انت دلوقتي عملت له ان ابروف، فبالتالي الداتا ديت خلاص بقت ملهاش لازمه لانها موجوده عندي في الداتا بيس، فبالتالي هي موجوده بس احنا مش بنستخدمها، فبالتالي انت المفروض انك تعمل لها ديليت. ممكن انت تفكر مثلا او تحط التاتش بتاعك انك تقول دلوقتي ان ده انا هعمل لها ان ابروف، وهتفضل مثلا يومين ثلاثه ان ابروف، لو انا ما رجعتش وعدلت على الان ابروف ديت يبقى دلوقتي بالتالي هنخليها ديليت. ديت حاجه انت ممكن تعملها، بس انا دلوقتي هشيل دوت وهقول له دلوقتي ديليت فروم بوستس وير البوست او وير الاي دي بيساوي الاي دي. طيب وتعالى دلوقتي نشيل ده خالص، وخلينا نقول دلوقتي مثلا ايرور عشان خاطر تكون دينجر، وهنقول دلوقتي بوست هاز بين ديليتد سكسسفلي. طيب تعالى بقى دلوقتي كده نعمل فريش هنا، وتعالى دلوقتي نعمل ان ابروفد، نحاول ان احنا دلوقتي نخليه ابروفد. طيب احنا بس لازم نرجع نخلي ديت الاول زيرو. طيب ونرجع من هنا ودلوقتي نعمل ان ابروفد، هتلاقي بيقول لك ايه البوست هاز بين ابروفد سكسسفلي. دلوقتي احنا عملنا ان ابروفد، بس هتلاحظ ان الداتا لسه ما اتغيرتش. ليه؟ لان احنا برضو بننقل الداتا في سيشن، فبالتالي السيشن لسه حافظه على الشكل دوت. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نعمل ايه دلوقتي؟ محتاجين ان احنا نروح ونقول له الهيدر اللي انت هتروحه على الاندكس اللي موجوده في الكنترول. فبالتالي هنروح هنا ونشيل ده خالص بما اننا الابروفال جنبها، وتعالى دلوقتي ايه نشيل ده برضو. طيب تعالى بقى دلوقتي نرجع هنا ونخلي دوت زيرو. طيب وتعالى دلوقتي نعمل ريفرش هنا. طيب وتعالى نروح نعمل ليست للنيوست ايتمز. طيب تعالى دلوقتي نعمل ان ابروفد، هتلاقي دلوقتي انا بقول لك ايه ابروفد. لو هنا دلوقتي دوست ابروفد هتلاقي ان الداتا اتمسحت، فبالتالي هتدوس ابروفد دلوقتي هتلاقي ان الداتا اتمسحت بوست هاز بين ديليتد سكسسفلي، مفيش اي مشكله. طيب اعتقد يكون لهنا انتهى التوتوريال ده، توتوريال بسيط. ان شاء الله اشوفكم في التوتوريال الجاي نعمل بقى ايه ليستنج للداتا. بس الاول نعمل بان لليوزرز الاول، وبعد كده نبقى نعمل ليستنج للداتا الابروفد والان ابروفد، والداتا اللي هتظهر لليوزرز هتكون عباره عن ايه بالظبط، او الداتا اللي هتكون هي ابروفد بس هتكون ابروفد بس. طيب ان شاء الله اشوفكم في التوتوريال الجاي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.